عدنا إليكم مجددا مشاهدينا الكرام بعد انتهاء صلاة العصر، ومثل ما شفنا الآن راح يكون تقييم الشباب من نسبة 100%، وإن شاء الله يحصلون على النسبة الكاملة والمكملة في نهاية فقرة غداكم. أخص بالشكر جميع من وقف مع محمد في فقرة غداكم. أبدأ بأول بأسماء شخصية عندي أنا، فريق دعم محمد المسعود اللي ما قصر نهائيا، ومهما شكرتهم ما أوفي حقهم أبدا. فريق دعم محمد المسعود وجميع فرق دعم الشباب اللي ما قصروا معنا بكل الأشياء اللي قدموها لنا من ناحية الحصريات، من ناحية الأشياء الكثيرة هذه، فشكرا شكرا شكرا بحجم السماء. ومهما كان ما أوفي حقكم، ومثل ما قلت وأكرر أخص بالشكر الفريق الدعم محمد المسعود. ثانيا أشكر أخواني في الكنترول جميعا من ناحية المخرجين مصطفى والعم أشرف، وأشكر الإعداد أيضا أخوي حسين الفيفي، وأيضا أشكر الآي تي والصوت، وأشكر هشام، وأشكر فؤاد، وأشكر العم منيب، وأيضا أشكر اللي ما يحضرني أسماءهم الأبد، ذكروني بالأسماء وما قصرتوا جميعا، وبيض وجيهكم يا من وقفتوا مع محمد وخليتوه في هذا المكان، وإن شاء الله نكون في مكان أكبر، وما زالت المسيرة طائلة مثل ما قالوا وماشيين فيها بحول الله وقوته. ايش عندكم؟ بس يبلغ الشباب عشان توكل على الله انت فيها. روح توكل على الله خلاص. لا 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 تعال. ايوه نبدا مع سعد الكلثم. وين الجحا؟ تأكد سوي تحديث. الله حيه. فما الله ما ادري اقول الله حيه، ما ادري اقول فما الله، ما ادري ابشي، ما ادري ابكي ابكي يعني. اوكي فيصل من قربة ما شاء الله، واضح فيك النوم ما شاء الله، والله ما ادري ايش عندك يا فيصل، والله ما ادري ايش علومك يا فيصل. اي تم تصويت فيصل من قربة بنجاح سعد الكلثم. تم تصويت سعد الكلثم بنجاح. سعد مايكك وين يا مايك؟ خذ لك خصم. يلا احمد سعود سلامات يا ابوي، في بدايتها تقول القارب يوقف. مسامحك والله مسامحك. الحين اهد مسامحك يا ابوي، اخذت الشركه واخذت البيت. لكن مسامحك. مبروك مبروك مبروك. الله يبارك فيك. على شنو مبروك؟ على شنو مبروك؟ قول الله يبارك فيك. اسلم. كم شنو تبي يا ابو حمود؟ انت تامر والله تدلل. اخر واحد. هذا يستدري. اخر واحد. المايك طيحت. الله يهديك. خلينا نعرف. لا 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 يا اله الا الله محمد رسول الله. بالله من اللي زوجك انت؟ ايش ولد؟ ايش الكلام هذا؟ يا اخي خذ مايك بيعطونك والله بيعطيك. اطلب منه. اعطوا احمد سعود سبيكر للشباب عشان يصحون. انا حبيبي عبد العزيز. هنا على طول على طول. روح. الله يهديك يا احمد سعود. تبت تغديه؟ تبت تصويت احمد سعود؟ تعال يا عبد العزيز. يلا اصوت. تحديد تحديد تحديد. يلا يا عبد العزيز. يلا. الله يطول عمرك. دافن لك واحد انت، وش السالفه؟ راجع للعزاء يعني ولا وش السالفه؟ لا تكفى قول. عط عط احمد سعود سبيكر. مرحبا. عبد العزيز جاني فداك والله. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. معكم شركة نقط نقط. الله يقطع عدوك. هذا هو النداء الأخير لآخر مطبخ في برنامج حياتك. المشاركون في فترة المطبخ: سرور الروقي رقم 22، سعد الدوسري رقم 18، صح 18، رقم 9. تصويت عبد الله الجباب نجاح. يرجى من الشباب الذهاب للهنجر للتصويت في برنامج في التصويت. عبد الله يلا يا شباب. اني والله اني قايل من اول ما بدات فقره غداكم اول يوم على كثره العيون والحماس، قلت خلى على نهايه الفقره نهايه البرنامج. انت تلقى يا ولد ضباع تمشي من هنا. والله العظيم. ما في احد. تذكر تقول يا شباب تداخل اصوات، يا شباب تداخل اصوات. والله العظيم ادخل ثقب علي راق. هاي تتمنى تداخل اصوات. انا قلت تذكر يوم منك تقول تداخل اصوات يا شباب. هذا كان اخر يوم في رمضان.
لا احد يسوي لك فطور. سلام. طالعين ايه طالعين من العصر. عرفت الحلقه الاخيره من مسلسل مسحوب عليها. السلام عليكم. توي القى نص ملابسي. تي 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 يا حرامي. يا حرامي. لا 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 خلهم يعرفوا. حرامي. توي القى نص ملابسي. بل عليك. محروم محروم. رحلة البحث عن الحرم. محروم. حرام. وين مايكك؟ اي مايك معه صح. صوت 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 صوت. موجود مايك. يا جاك راقد بالعصبة وراقد بالثوب. صوت ولا؟ صوت صوت. ما كأني شفتك راقد منبطح. أبغى أشوف أنا خصم لك. ما شفت راقدتك المنبطحية. تم تصويت علي كلمة آخر تصويت علي. أوه واو. ويدم ده. خلاص. لا. أنا اللي أحبه ويدم ده. ما تهز. صوت. تحديث. صوت. صوت. الله محيي أصلك. يلا روح روح. لا وين يروح؟ روح قاتل الاشرار. وين تروح؟ يا مرحبا وليد يا مرحبا. طيبين يا رحية. كيف كيف السلام عليك؟ كيف السلام عبد الله؟ كيف الحين؟ لا سلام عليك مرحبا. مطبوخ مطبوخ يا وليد. صوت لي اكثر راح القدي اسمع. اخر مطبخ من اول منصور ما احتاج نعطيك كلمه. تم تصويت الله يطول عمرك يا وليد ما قصرت على وجود ابو برد الاسود. لا ابو صفا يا اخي انا اقول له ابو صفا ما في بعدي. سرو انت راضي انكم طافين طف راضي عن نفسك؟ شو ما هو جابرين عليه. راضي انت عن نفسك؟ اهم شيء راضي. صوت طال عمرك. جيت قلت شيء خيرات ما في خيرات. اي نعم. بعدين نشكرك. مجبوس لحم شيء. والله؟ اي والله. توقع ان هذا شغال. اللي ودك سالم. طيب يقول يوكل ولا ما يوكل يا طب؟ يوكل جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب انا ابو علي يقول ابعد عني القدر لا اخلص على متسابقين. تسمح لي يا ابو الجود؟ والله لخمني الله يسه. تسمح لي يا ابو حمود؟ تسمح لي يا ابو حمود؟ سم فرصة سعيدة. اسعد اللحظات ان يكون ختامها مع سرور وفواز وسعد. طول عمرك ابو علي. بتكلم عن محمد. طول عمرك. محمد اكثر واحد ذكرت اسمه تحت الهواء واثني عليه. يعني ما ادبك. ما اظني محتاج اني اقول كلام هذا لك. لكن عشان بس اقول لك مش انا كنت اكرهك يا محمد درجتك 6. اي والله. لكن اقسم بالله الحين انك احب عندي من شو اقول لك. يعني ما ادبك. اي قسم بالله. طول عمرك. يعني والله احيانا تحمس المطبخ عشان نقابلك. صحيح ابو علي في الخير بركه لكن والله جيتك انها لقلوب انا احنا. الله يرفع قدرك. اهنيك واهني امك على هذا المنتوج الرائع. يعني ما عدمك. يعني والله ما عدمك. الله يرفع قدرك. وسال تشوف تلبيه. والله باقي صاحب قحطاني والله ما يقول. والله يا اخوي باقي صاحب قحطاني. علي تعجز الكلمات بالله. خل صالح يجي ما باقي الا هو. مرحوم مرحوم دنيا واخر. يا شوف مرحوم مقدور ومقدور. وصراحه فقره المطبخ اليوم مختوم. ونقول مختومه بابتسامه ما شاء الله. صوت صوت صوت. ابيض في ابيض كنا اعلانات اربعه. بس وصل رسالتي يا ابو سالم اننا قبل شوي سبيكرات ما هي مش شغاله هناك. مشغول مشغول عشان كذا والله راحت علينا الصلاه. صلينا تو. انت مثل اللي صام 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 وافطر بصل. ما حد قام من الشباب اللي مجلس هناك ابد. لا والله شيخنا بقول بذكر لك اسم. بيض الله وجهك يا وجهك ابيض ومبيوض دائما ان شاء الله. و والله العظيم صراحه اتمنى اتمنى انا شنو اتمنى شنو اتمنى صراحه من اخذ منك كل شيء والله حبيبي كل شيء. ايش خليت لي طيب التليفون المايك اللحيه. الحمد لله الحمد لله انا مسافر معكم. العين العقال عين. اي والله عيونك جميله يا اخي. طبعا بس اوصل للمشاهدين انهم يدعون بالشفاء العاجل لوالدتي اللي هي جدتي ام امي. الله يحفظها. بالشفاء العاجل ان شاء الله. اجرت عمليه قبل امس ان شاء الله انها بخير. الله يشفيها ويطول بعمرها. الله يطول عمرك وعمرك ما عمرك ما يكسر. طال عمرك. اللهم شافيها. اللهم امين. جدتي هيله سلم عليك سلام كثير جايك بعد شوي. الله يشفيها ويطول عمرك يا رب. قومه بالسلامه يا رب. امين. وباقي صالح القحطاني اللي بياخرني على النعمه. كنت تختمها خصم على ايباد. انت تشوف سبحان الله. ترى تدري النت ذاك اخذته معي. والله النت يوم الخميس بلاش. اخذته معي مخباي ما ادري يعني ويكند يومين بلاش نت ولا شيء مره. هذا حتى عيال جيران سريع. لقيت واحد جالس عند بيته طفشان قلت خذ الباسورد. نستغل الوقت ننتظر صالح. اول شيء ندعي لجدتك بالشفاء العاجل. اللهم امين. اللهم امين. الله يقومك بالسلامه. ما يخرعكم عليا. طول عمرك. وما ما ودي والله اكرر كلام منصور لكن والله العظيم احنا مقصرين بالكلام الزين ان يعني ما ادري واصله من قلوبكم. والله واصله من قلوبكم. سلبي والايجابي ما يشهد الله يا محمد انك من اكثر الناس اخلاق. يمكن هذا اخر مطبخ
من اول مطبخ جيتنا يا محمد وانت نفس النفسيه نفس لا والله انا اجيكم حتى والله عصبيتك زين طول والله عصبيتك تضحك يا اخي حول اول مره تشوف العصبي يعني ما اعرف اعصب يعني والله انك من اكثر الناس احتراما وطول ابتسامه بعد كلام راقي ما يجي الا من واحد راقي طال عمرك زين ايش رايك صح ان ختام هذه الحلقه تصوت ايش رايك تعطيني عالتك واعطيك عالتي هديه تدفع البلا تعال بيروح المستشفى الريال ايش فيك هذه خبز والله شاريها انا وليد من مكه خبز وجهك ارحب احنا جعلت معصب يعني تخبز وجهك اي يعني تعرف يعني زين عطني عالتك واعطيك عالتي بيض وجهك وانا وانا اقول صالح اذا تتمشى اذا ترجع تنام عادي كيف لكن انت لا شغل مايك يا صالح القحطاني الغتره لك ابو هي الحين فاتحه والله انه فاتح من قبل لا ترى فاتح مفتوح من قبل مايكه لا حد يخصم بس انه يمكن هذا اللي فوق الغتره لك ممكن الكاتب غترتك وليد ها الا والله انه مكتوب اي والله والله اي والله خلاص انت ايش تبي؟ ليش احس انها غتره وليد؟ وتدري من اللي كاتبك؟ سالم اذا هم عندهم وليد حق المايكات قول له ترى انت اللي تكتم وكل ما جبته لي الصبح تكتم وتحطه جنب راسي وانا اشغله واسمع الجهه الثانيه وانساه من فوق ما مكان نشكر وليد يعني كان معنا في ايام جدر رصيدك والله حبيب هو بس انا اقول له اول اذا انتهى البث اذا شفت الشنطه مره حقت المايكات يا ولد يجيني سعاده مو طبيعيه جربناها شفت اللي امشي كذا امشي كذا والله العظيم رحت بتكون هنا اتجول في القريه هذا اول اسبوع جربناه يا زينه ها اول ايام كذا احنا مره عقبا لا خلاص الماء اي فعلا لان اول اسبوعين على اعصابك تحسب الكلمه الف حساب فهمت ومره فهمت شلون طاقه الكاميرا وانت كانك ما تشوف فهمت فهمت حيث مره كان عليك اقسم عليك انا كل اصلا بالكاميرا العظيم اول اسبوعين نجلس انا والعيال جنب بعض كيف فهمت في مجلس كذا وما تدبين افتح سالفه ريلتي ابو نص اخوي لا ومرسمين كذا يلا سعد سبيع عطنا السالفه اخوي سعد والله كان وعد عنده قصه ومدري ايش انت تجي تقول اخوي سعد ايش رايك بالموضوع فلاني الحين لا اكثر بس اسكت يا رجال كان معنا بندر علي من قوة ما احنا يعني اول اسبوعين ما نعرف الريلتي يعني ما عرفنا نتعامل مع الكاميرات بغى يقول مشاهدينا الكرام احنا بنقوم الحين بعد اذنكم استغفر الله اما اول اسبوعين والله اني ارجع باليوتيوب اشوف ايش كاننا واضح احنا ندور كاميرات استغفر الله بس بعد سبحان الله خلاص والله ما عاد تفرق في المايك ما عاد تفرق يعني انا جلست تقريبا 40 يوم والله العظيم اتوقع انا اتوقع الجمهور ما حد يعرف محمد المسعود وانا في البرنامج كنت مره يا ولد يعني حاجر عمري فهمت خلاص البس المايك ليل اشيل هم من يوم جاء المطر جاني اخبال مو طبيعي والله العظيم طلع محمد اللي داخلي صدق بعده خلاص سبحان الله انفك كل شيء لكن الاعياد لابد منها يعني اول والله من عيد جبناها احنا اول اسبوع كان البث ينقطع زيكم كذا بالليل اقسم بالله تجي جلسات بالليل من جد لا انقطع تذكره وليد بالخيمه وذا ضحك ضحك عيالي منون على بعض وفل لا جال مايك ولا بث عيال كلنا كذا يروح صالح وعز يضبطون الاشياء يا رجال بعد هو ما يبدا البث يعني بعد البث يعني تلقى خويك في السلام بدا البث لو سمحت من انت امس اي امس يا ابوي الله وكيلك تمون على الاعداد انت امون عليه خالد طلب اللي هو يا ايها الظمآن دونك من ذاك يا ايها الظمآن دونك من ذاك دفع البلد وش وش افا يعني تقول ذا انت مساعد تقول لك امر احتزم وش السالفه يا صالح قاعد تكفون يا عيال قول لهم يا ايها الظمآن ودونك من بعك على شلو على الاكتاف على ما يبصلوه يعني يكفيني شرف اني زين زين اطلبها قبل لا يختم يا ايها الظمآن ودونك كتاب الله شو البرود اللي كذا ترى بيحرق تابك اللي مندي من برا ابد بيحرق تابك ترى اي شو هني الشيء بما انها دقيقه بما ان جلطه بالمخ تصير بيحرق تابك كان موجوده في حاله اللي صداع تسوي كذي شرها على اللي اقول وش اسمه بيحرق تابك هذا مو بارد والله ابد وين تبي قهوه لا الله الدنيا صارت انا جاي قهوه صبيها سفن اب محزوم خلاص اخره كوكو كوكا جامعة؟ جامعة جامعة اي حقين زد وحقين حياتك وش ابى اصير حلقة الوصل بينك ان شاء الله الوصل بينك يا صالح يا اخي صالح خلاص يا حسين اذا كانت انشودة ابو جود موجودة شغلها ما عندك مشكلة على ما يجي صالح لانه مضغوط لانه مضغوط ممكن تخليها لان رتبنا عشان بالتحت لا طلب خلاص انت بتبث ليش بالثلج ما ثلج ايوه
تعال شوي شوي. شنو تبي؟ اي خلي اطلع. شنو ايها الظمآن؟ وقت هذا يا خبل خل مشاهداتها تصير المقطع واحد مو اربع مقاطع اقعد عادي. هذه شو مالته؟ ايش؟ اي نبيها كفو. اي انا على بالي نشيده شي نظام هم قبور وما شنو. حامل وانا طالع حسين شغل حدوني وانا ماشي. ايه اذا ما شغلتها حسين ترى والله العظيم لوريك اول ما اخذتم اذا ما اشتغلت حدوني انطلق عليها عيال حدوني عرف الغمار شغلها. انا اول شيء سمعتها لك ذي يا محمد. ها اول شيء اسمعك ايه وانا طالع من برنامج حياتك لازم تشغل حدوني. تكفى حسين شوف فزاع طلبها ما اخذها نسيه ما شاء الله لبيت. يقولون يقولون ما شاء الله شغلناها ثلاث مرات اليوم. لا مره هذا اللي يسوي لا يقول ثلاث مرات لا والله مره واحده والله طلبتها منهم الان. الله لنا والله العظيم قول له وجود يا يبا ايش رايك قلنا بتشغلها ولا لا قول عشان عارف خذكم هذا محمد يقول لا دايم شو يقولون لا احب دايم شو يقولون لا تكفى الله اسمع ابو سالم حسين بشغل ولا لا ابو سالم واحمد سعود لو صاروا مع بعض اقسم بالله ما تمسك موضوع تكفى لا قول له حدوني حدوني خلاص يا صالح قحطاني لا 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 ما تعلق زين يقول ما له وليد ما بيقولون شاي خط بمسك خط كاو كاو يا سوسو خط هلا بس سمي يا الله حية مو خلقه مو بمايك طافي مو ايه شنو حك انت اخر تصويت لبرنامج فقرة غداكم اخر تصويت فقرة غداكم خلاص اخر لا يلا ايش اسمها ابدا اصبر ايش يختمها مسك اختمها مسك هذيك اختمها مسك يوم الاتصالات حقت الجائزات وايش برضه والقوا هي ايش اسمها حياه اول اخر اتصال كان عندي والتقييم حق المطبخ اخر شيء كان عندي انا في الاخير بس لا وسميك اخر شيء صالح 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 لا تروح صالح 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 طالعني طالعني صالح صالح لا يا احمد ليه يا اخي صالح صالح طق الباب طق الباب طق الباب بصلوع ارفس الباب يعني من قهر كمل لا لا مو بقزاز طق الباب 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 تكفى لا يا صالح صالح هاي مصارعه براسك 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 راسك راسك انسرح 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 اذا مشاهدينا الكرام اخر تصويت لصالح القحطاني في مجلس غدامكم شفت كيف اخر راسه وخالد تبي سجل جول سجل جول على طريقة زيدان يا ولد تبي مخالد لا طيب اذا تذكر سانكست كولا اذا مشاهدينا الكرام قام يسوون تذكره صح يا رجال ما حد سوى من خلاص والله يا جماعه اقول لكم شيء يمكن غريب شماغ جفنشي لا يا محمد لا تعرف والله يكفى شماغ البسام لكل رسام لا لا شوي شوي شفت الراس الكرام شفت الراس اللي جاء امس انا دخلت من هو؟ الراس امس اللي جاء من؟ الفحل اللي جاء برا امس ولا دخل لا في ذمه ما دخلوه في ذمتك ما دخلوه بس انه حصل ظرف للي انا جايبه عشانه قلت والله ما يدخل ادخله بدون الرجال اي عرفت 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 قصدك الشغل انا شفت ابراهيم ادهم ان يجيب العافيه شيرتك الاخيره مو طبيعيه الله اكبر الله اكبر شغله حقت هذا اي الوقت حان وحيدا وين؟ ها؟ يا اخي نادي سرور وين راحوا؟ اهل النسب اهل ناموا اعلن معلك اعلن يا سرور انا ابو سالم وراك خطوط وراك يا ابن حلال ترى بيكسروا حلو عليك حلو حلو لا لا ايش بلاكم يا ربع هيك يا ولد النعمه يا ولد ايش السالفه؟
الحمد لله اصفق لك كل شيء زين لك. اخر قراص بالمنتج ليش كسرته؟ واخر خصم على الهو مباشره. خصم مو قاصد. انت مو قاصد لكنه بخاط قاصد. اذا 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 كم حصلوا الشباب عليه؟ الله يسامحكم. هذا والله يا جماعه ترى جاء المنتج بريء صاير متوحش. ها؟ شغل السبيكر يا راحت علينا حبيبي. شغل السبيكر وليد. شغل السبيكر مو وليد. هلا وليد. شغلته يا سرور. يلا يا شباب يلا يا شباب ابطيتوا تراكم يا ترى بنعطيكم دقيقتين. لا 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 سرور احمد ترى بت فمك ترى محمد وراه خطوط وراه اشغال ما هو اخر شيء عندنا لا اشغال. يلا هلا تجون خلوه يبطي قاعد عندنا نبيه. سرور الروقي سعد الدوسري. من هو؟ فواز الشمري. أنا أقول لك وراي زحلك زحلك. أحمد! وخالي قلت لنا هذا لا. ليه؟ ترى كله سبعة الحين. كله يلا يا سرور. سبعة. هذا خايف عليه بخبيه. لا تعال بانا بانا قلاص. أمانة أمانة وين؟ صب لي شوي يا أخي. لذيذ جدا. لذيذ ها؟ ثوب عاد باخذ الثلج. ثوب بطعم العصير. يعني عجب العجاب انك تعلن النسبة واهلها مو موجودين. يا حبيبي لا يستاهلون احنا نوصل الخبر. يا حبيبي الله يكسر خاطري ابو سالم. والله العظيم كم النسبة يا شباب؟ اعتزموهم معك ناس 100 100 وخلاص. والله والله 100. وش نوعك؟ والله ما ادري. هي كلمة 100 هي والله اشكره 100. استاهلون شباب. ختامها مسك. جوك جوك كاهم جو ركض. لا لا عادي عادي شاطف منه بس النسبة هي اللي حصلوا عليها الشباب وكالعادة وكنهاية فقرة غداكم 100% حصلوا عليها الشباب ويستاهلون. يستاهلون والله نسبة 100%. طلبتك يا ابو سالم كاملة. خليتهم يصحون العيال في فرقدة وهم جو العيال. يا حبيبي إذا نهاية فقرة غداكم نراكم على خير إن شاء الله وإن شاء الله مواسم قادمة في قناة بداية. وحللوا وبيحوا مني أيا كان بدر مني في هذه الفقرة. يطول أعماركم جميعا ونراكم على خير. حبيبي طول أعماركم. تعال واحد غيرك والله يا أبو سالم. وحبيبي أنا مستحين ومع أبو علي بعد. هلا أبو خالد. أكثر أكثر يا ربع عمو الفقاري. نراكم على خير. لكن نراكم على خير. لا مشينا 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 مشينا. والله إنك كسرت حواجز أقسم بالله يا أبو سالم. جعلني والله ما أعدبكم جميعا. ريحتنا. وبغيت أنسى جوالاتي. خير عدسة جوالاتي. الله يا رجل الله ينور طريق. الله لا عادي ولا تعيش سلو موشن يا رجال. ها انا صدري